والحريات في البرلمان هلا جابه، لكن بيان صدر البارح عن رئيسة اللجنة الحقوق والحريات هلا جابه ومقرر أيضا اللجنة دعاوا في جميع الهيئات المعنية تثبت من وجود التضييقات على بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وتسريع تمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة حتى يتمكنوا من تقديم ترشحاتهم طبق القانون وعدم التضييق على تنظيم أو المشاركة في الحملات الانتخابية للمترشحين. سيدة هلا جبلة ضيفتنا، مرحبا. عسلامة، مرحبا. أهلا وسهلا. نبدأ بالبيان اللي أصدرتوه أنتم في علاقة بالانتخابات، عينتوا أنتم كنواب وكرئيس لجنة وجود هذه التضييقات على بعض المترشحين؟ هو اولا باش يكون فما توضيح، راهو البيان هذايا بيان شخصي يلزم لي انا وزميلي. انا جايك لهذا، جايك لهذا. لا هم توا باش يبداو، ما جايك باش نحكي لك بعد على زملائك اللي زاد كيف كيف اصدروا بيان. ما عطيني مثالش الموضوع. دونك بالنسبه اللي احنا كنواب شعب ودينا كونتاكت مع المواطنين ونشوفوا شنو قاعد نسمع في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاذاعات، وفما بعض حتى المترشحين اللي حتى تصلوا ليا حتى على طريق اصدقائهم وكل، فما بعض العباد اللي تقول لك نتقلق اللي فما تاخير في اسناد بطاقات مثل عدد ثلاثه، فما شويه خوف، فما ناس قلقوا. راهو هذايا يخص، باش نقول لك حاجه، فما ملاحظه يخص حتى الناس قاعده تخدم في حملات المترشحين الكل غير حتى استثناء. الناس الكل في وقت هذايا قاعده في 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 جو محتقن نوعا ما، وناس كل معناها واقفين لبعضهم، وناس كل متغشين، وناس كل تحاسب في بعضها. دونك هذه اللي ما لازموش يصير. احنا هنا عندنا عملية انتخابية لازم يسودها معناها جو وعام فيها تكون معناها ديمقراطية، فيه مساواة، فيه حياد، وفيه تقبل الآخر مهما تكون نقاط الاختلاف. انتم عينتوا تقصير من الهيئة المستقلة للانتخابات في هذا سيدة هلا جبلة؟ احنا ما عيناش تقصير، لكن حسب القانون الانتخابي وحسب الفصول الدستور واللي يخص بدعم الهيئة، الهيئة ملزم عليها اللي هي تقوم بتنظيم العملية الانتخابية، السهر على إنجاحها. دونك الإنجاح نتاعها باش يكون في جميع المراحل نتاعها، من جمع التزكيات وتكوين الملفات وتقديمهم من بعد معناها خلال المراحل نتاع الحملات الانتخابية. احنا لفتنا النظر للهيئة اللي هي معناها ونشدوا عليها باش تقوم بواجبها، لكن بدون تشكيك اللي هي قامت ولا ما قامتش بواجبها. لكن هذايا دورنا، احنا دورنا ان نكونوا كنواب شعب وعندنا دور الرقابه، يكون نحبوا نلفتوا لهم انتباههم هالجهات المعنيه كل بمختلف المؤسسات. جوستومون الجهات الاخرى اللي هي وزاره العدل وزاره الداخليه، اللي اليوم بعض المترشحين والمتقدمين للانتخابات يقولوا ثم تاخير في اصدار بطاقات عدد ثلاثه، ايضا في علاقه بالمترشحين اللي اليوم موجودين في السجون يحكيوا زاد ايضا على تمكينهم من القيام بعمليات المتعلقه بالانتخابات. كل هذا ايضا تحدثوا عليه. انتم ايضا تحدثتم مع الداخلية، طالبتوا استماع إلى وزارة الداخلية إلى وزارة العدل حول مسائل تخص التضييقات هذه؟ هو نظرا للوقت اللي جاي فيه معناها توجه في بداية معناها جمع التزكيات والعملية العملية الانتخابية والعمل اللي كان عنا في البرلمان وعدة الجلسات اللي تقدمنا بها وصارت ومصادقة على القوانين، ما كانش فريمون فما الوقت باش نجموا نعيطوا لهم لجلسات استماع باش يكونوا بحذانا. دونك إذا كان حتى كان ما توفرتش الفرصة هذه بالطبيعة راهو معناها باش كانت عنا بعض الاتصالات ووصلنا الصوت نتاعنا وحكينا مع الناس الكل وجاتنا برشا تطمينات معناها الى حد البارح العشيه، معناها برشا تطمينات اللي رانا باش نوفروا الظروف الملائمه للناس الكل. وفي نفس الوقت انا شخصيا شفت من واجبي اللي نصدر بيان هذايا شوف الناس الكل ويسمعوا ومعناها ونحرصوا على اللي تصير الامور بالنسبه للناس الكل معناها على نحو جيد. يقعد انه ثم ايضا مساله مهمه في علاقه بواقع الحقوق والحريات، وانت رئيس لجنه الحقوق والحريات، هو المرسوم 54 اللي يجمع عدد كبير من المنظمات على انه مرسوم يهدد الحريات، على انه مرسوم قد يكون سيف مسلط اثناء الحمله الانتخابيه او اثناء فتره الانتخابات. دوركم انتم كنواب لتنقيح هذا المرسوم
لتغيير هذا المنشور، ربما حتى لإلغائه. أنا شخصيا كنت من الجهة المبادرة، وظهر لي أول واحد اسمع اللي حاتينا المقترح التنقيح المرسوم هذي وإتمامه ليصبح قانونا. أنت ظهر لي شك وقتها نفكر، دونك احنا أنا من الجهة المبادرة وبرشا نواب معايا، خاطرنا نؤمن بحرية التعبير في كنف معناها بطبيعة الاحترام، خاطرنا عندنا ضوابط ومقاييس دولية واتفاقيات صححنا عليها مؤخرا، معناها اتفاقية بودابست. دونك القوانين نتاعنا لازم تكون ملائمه للقوانين اللي هي المعاهدات الدوليه والاتفاقيات اللي هي اعلى درجه من القوانين، معناها هذايا واجبنا وقمنا به. دونك جوست احنا في انتظار ان المكتب المجلس يكمل معنا ان شاء الله. ثم ايضا تحمل المسؤوليه كما سيد النائب البارح ياسين ميمي حمل مسؤوليه مكتب المجلس اللي اجل النظر في هذا التنقيح المرسوم الى ما بعد الانتخابات. هو الحقيقه معناها نشوفوا اللي ما كانش معناها فما مبرر اللي احنا ناجلوه، كان ينجم معناها يمشي للجنه اللي باش يشوفوها هما معناها مختصه، وبطبيعتنا احنا برشا قوانين ما نجمناش نكملوهم معناها تو ما نرجعوا في اكتوبر مع بروبابلمون خاطر برشا سماعات باش تتعطل وبرشا حاجات، وحتى كان كملناه ما يمشي تقرير اللجنه ويتم المصادقه عليه الا بعد معناها في وسط شهر اكتوبر اللي وقتها ديجا فما عمليه انتخابيه، واللي مش باش ياثر على شنو اللي باش يخليه ياثر على الانتخابات قانون هذا ولا غيره. دونك هذايا هو احنا الحقيقه ما تعتقدش انه المرسوم 50 عنده تاثير على واقع الحريات في علاقه ايضا بالعمليه الانتخابيه سيده هلا جاب الله؟ هو باش يكون فما تاثير على خاطر اذا كان احنا في الفصل 24 اللي هو بالنسبه لي انا غير دقيق معناها في التهم اللي موجوده فيه وشنو وشكون ينجم يوظفها في شنو، والناس كل تشكي ببعضها وبرشا مشاكل قاعده تصير. انا شخصيا تعرضت للعديد من السلب والشتم والقذف والنشر الاكاذيب عليا والاشاعات، ورغم ذلك ما مشيتش شكيت خاطر ايمانا مني لازم نمشي نستعمل 54. معناها انا هذا رايي الشخصي. واضح. خلينا نرجع للبيان اللي اصدرته البارح انت وزميلك، عدد من زملائك داخل اللجنه عددهم 6 من اصل 10 اعضاء، اصدروا ايضا بيان قالوا استنكروا بيانكم، اعتبروا انه لا يلزمهم في شيء، وطالبوك انت ومقرر اللجنه بتغيير الامضاء في البيان من صفتكم داخل اللجنه والتغيير بامضاء بالصفه الشخصيه. هو صار بعض اللبس، والسادة زملائي في اللجنة اعتقدوا أنه بيان يشمل جميع اللجنة وأننا اتخذنا قرار جماعي، رغم اللي احنا في الصباح برك عملنا لجنة معناها تعقدت لجنة حقوق الحريات وسماع إلى السيد الخبير في القانون الدستوري على قانون تنظيم الجمعيات، وما ترقناش النقطة هذه على خاطر ما كانش نقطة وإلا بيان المقصود منه هو صدوره عن اللجنة، هو هذا موقف شخصي، هما فهموا بالغلط قبل حتى ما هما يصدروا بيانهم. أنا وزميلي صلحنا اللي هما ظهروا لهم خطأ، رغم هذيك السيتي أنا تو كي كلمت قلت لي هلا جاب الله رئيس اللجنة قالوا بما أنهم أعضاء قال لك البيان هذا لا يلزمهم في شيء، لا يلزمهم. أنا لاحظت فيها الإمضاء كرئيس لجنة ومقرر حطيت فيه صفتك صفتك رئيس لجنة وصفة المقرر، يمكن هذاك اللي خلق شويه لبس وخلق شويه معناها ظهور خطا. احنا صلحنا الخطا نتاعنا خاطر الغايه من اصدار البيان ليس توريط اطراف اللي هما مش مؤمنين بالبيان ولا بالمحتوى نتاعو، في قدر ما هو تعبير على موقفي وعلى مسالتي لعمليه انتخابيه ديمقراطيه نزيهه وشفافه. واضح. نشكرك برشا سيده هلا شبله رئيس لجنه الحقوق والحريات في البرلمان.